21 سبتمبر هو يوم الظلم والفساد وإعادة الكهنوت. وأقول للجهال الذين لا يفهمون، افهموا إنها جاءت ثورة، ثورة 26 سبتمبر للقضاء على الجهل والتخلف والمرض، وهؤلاء جاءوا في 21 سبتمبر يريدون أن يعودون إلى الجهل والتخلف والمرض. ها أنتم تعرفون شعبنا محاصر وهم السبب، أبناءنا يقتلون وهم السبب، مدارسنا مغلقة وهم السبب، منشآتنا التعليمية في كل مستوياتها وتخصصاتها هم السبب في إغلاقها، لأنهم يريدونه تعليما جهويا وعنصريا.